السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر ممتاز. حلقه النهارده انا مش جاي اتكلم فيها عن حجب اليوتيوب عن مصر لمده شهر والمشكله وسببها وكده، ان 3 ارباع القنوات اتكلمت عن الموضوع ده، بل يعني 90% من القنوات كلها اتكلمت عن موضوع الحجب وعن المشكله وعن سبب المشكله من 2012 والفيديو المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم. فالموضوع كله الناس اتكلمت عليه كتير، فانا جاي اتكلم النهارده عن الطريقه اللي انا هستخدمها ان شاء الله لتخطي الحجب ده. وبرده انا مش من نوع الناس اللي بتحب تركب ترندات وتتكلم عن حاجات غير التقنيه، ولكن انا حابب اتكلم عن الموضوع ده بس بشكل سريع، لعل وعسى الناس اللي عندي المصريين بالذات يستفيدوا من الموضوع ده ويقدروا يتخطوا الحجب ده ويقدروا يشوفوا الفيديوهات بتاعتي على الاقل او بتاعت الناس التانيه. فده بس الهدف من الفيديو ده. فانا اللي انا هعمله واللي انا هستخدمه عشان اتخطى الحجب ده، في 3 حاجات انت ممكن تعملها. اول حاجه انك ممكن تستخدم في بي ان زي اللي انا بنصح بيه بصراحه من اللابتوب والديسكتوب، هو اسمه واين ديسكرايب في بي ان، هتلاقي الرابط بتاعه اسفل الفيديو. ده ممتاز جدا، انت ممكن تستخدمه ومجاني بشكل كبير، بيديك 10 جيجا ممكن تستخدمهم في الفي بي ان. 10 جيجا على يوتيوب اعتقد انه هيكفيكوا بزياده، وبعد كده ممكن تعمل اكونت تاني واكونت تالت لو عاوز جيجات زياده ولا حاجه، فالموضوع بيبقى سهل جدا يعني. تمام، فاول حاجه انت ممكن تستخدم الواين سكرايب في بي ان، ده ممتاز جدا هيساعدك جدا. والحلو فيه انه بيديك سرعه الانترنت بنسبه 90% او 95% كامله لسرعه النت الخط بتاعتك، فده هيفيدك جدا. لان اي في بي ان تاني او معظم الفي بي انات التانيه، الفي بي انات الضعيفه يعني نوعا ما، بتديك نص سرعه الانترنت او ربع سرعه الانترنت، بتديك سرعه الانترنت كامله. فعشان كده الفي بي ان ده مش الحل الاول اللي انا هستخدمه ان شاء الله. تاني حاجه انت ممكن تستخدم البروكسي. كل اللي انت محتاج انك تعمله انك هتخش على جوجل وتكتب بروكسي براوزر. كل اللي هتعمله انك هتخش على اول لينك هيقابلك، ده عباره عن موقع بروكسي. كل اللي بتعمله انك بتخش عليه، هو بيغير الفي بي ان وبيغير الاي بي وبيغير كل حاجه مع نفسه، بتضغط بس على الرابط اللي انت عايز تخش عليه وبيدخل عادي جدا. لكن برده مشكلته انه مش مستقر دايما، وممكن مثلا وانت بترفع فيديو على اليوتيوب ولا حاجه يوم الفيديو واقف في النص ويقول لك لا مش هكمل. طيب دي مشكله برده هتقابلك. طيب تالت حاجه اللي انا بقى ان شاء الله هستخدمها هي استخدام متصفح تور. الناس اللي ما تعرفش المتصفح ده، فده يعتبر افضل متصفح انت ممكن تستخدمه في انك تخش على الديب ويب او الدارك انترنت او الانترنت المظلم ليه مسميات كتير. فده افضل متصفح هو متصفح تور. ده بيقدر يخليك تتخفى على الانترنت بشكل كبير جدا، ولكن التخفي ده انت بس هتحتاجه بشكل بسيط، انك هترفع فيديوهات على يوتيوب، هتتفرج على فيديوهات على يوتيوب. فلو انت هتستخدمه على الحوار ده بس، فالموضوع يبقى سهل جدا وسلس جدا معاك، وده يعتبر افضل طريقه انت ممكن ان شاء الله تتخطى بيها الحجب بتاع اليوتيوب. لو دخلت على المتصفح ده هتلاقي نفسك متخفي، وهتلاقي الفي بي ان او الاي بي اللي موجود مختلف تماما عن الاي بي اللي على المتصفح الثاني. يعني انت لو فتحت المتصفحين مع بعض هتلاقي الاي بي هنا مختلف والاي بي هنا مختلف. هتلاقي هنا الاي بي الحقيقي في جوجل كروم مثلا، وهتلاقي الاي بي مختلف في التور في بي ان او المتصفح التور. فده ممتاز جدا بصراحه، وده يعتبر افضل متصفح ممكن يعمل لك الحركه دي، وكمان بيديك سرعه النت تقريبا كامله. ما اقدرش اقول لك 100% كامله، ولكن بتبقى تقريبا كويسه جدا. تقدر تعمل اكتر من حاجه، تقدر ترفع عليه ملفاتك، تقدر ترفع عليه فيديوهاتك على اليوتيوب، تتفرج على فيديوهات على اليوتيوب، تعمل حاجات خفيفه وحاجات تقيله عليه. فهو المتصفح ده هيستحمل معاك كتير جدا، واتشرح 100 مره قبل كده ازاي تثبته. الكلام ده سهل جدا، الموضوع بسيط. فهتلاقي الرابط بتاع اسفل الفيديو، وهتلاقي رابط الواين سكرايب اسفل الفيديو. وبرده الناس اللي عندها موبايل او اي او اس او اندرويد، في حاجه للاي او اس لو كتبت بس في السيرش في بي ان هتلاقي تقريبا اسمه بروكسي في بي ان او بروكسي اي بي حاجه كده. المهم يعني ده تقريبا واخد تقييم عالي جدا في الاي او اس، فانت ممكن تحمله، وده يعتبر افضل حاجه معاك، هيعمل معاك كفاءه كويسه جدا بالذات الاي او اس. ولكن بما ان الاندرويد في تطبيقات كتيره جدا بتبقى مخادعه، ولكن برضو حاول تشوف، انا ما اقدرش انصحك بحاجه معينه، لكن حاول تشوف التطبيق اللي عليه تقييم عالي، حاول تشوف التطبيق اللي الناس بتتكلم فيه وبتقول انه ساعدها وان التطبيق ده كويس. ولكن انصحك وبشده انك تشوف التقييمات، ولكن انت برضه هتلاقي اكيد تطبيقات كويسه جدا في الاندرويد، لان تطبيقات البي بي ان كتيره قوي في الاندرويد. اما في الاي او اس هتلاقي تطبيق او 2 او 3 بالكتير قوي على الاي او اس بتعمل لك خدمه الفي بي ان. بس كده يا شباب، يعني اعتقد ان انا قلت كده اللي انا هعمله واللي الناس المفروض تعمله، اللي عندي في الشانل او اللي عند اي حد ممكن يعمله عشان يستفيد او يقدر انه يتخطى الحجب ده. وان شاء الله الموضوع يبقى شهر ويعدي على خير ان شاء الله. وما اقدرش اقول لك ان انا هنزل كام فيديو او ممكن انزل فيديوهات اصلا ولا لا في الشهر ده، ولكن ان شاء الله خير، ان اصلا هبقى في امتحانات، فالموضوع مش عارف هيبقى عامل ازاي. فربنا يستر، ربنا يسهل ان شاء الله. بس كده دي حلقتنا النهارده. اتمنى انك كنت اول مره تشوفني او مره تشوف حلقات مستر ممتاز تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو كنت اول مره تشوفني. وبس كده، شكرا عشان شفت الفيديو للاخر، واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.